باجي بفتح المكان بعد ما بعمل افتتاح في الاخر بكتشف ان انا هتعامل في قهوه بلدي ورجاله وشنبات وثقافات. هو في البدايه خالص قال لي جمله لطيفه قوي، قال لي هو انت فكرك ممكن تقف هنا في وسطينا؟ انت اخرك شهر هتقفلي وخلي بالك هو اللي بره وانا اللي بقيت موجوده هنا. بدات خلاص انزل السندوتشات وفي يعجب وفي ما يعجبش لحد ما استعنت بماما بقى اللي هي الطباخ الاصلي. بتنزل ماما بتعمل الرز والملوخيه والفراخ، بقدم سندوتشات كبده برده وكفته بانيه وفراخ بانيه سجق. الاغلبيه العظمى من الزبائن اللي بتيجي بيفهموا ان الاكل معمول بحب. الواحده اللي وقفت ونزلت وقررت تقف في الشارع هي خلاص ما بقتش مستنيه تقييم الناس ليها. اسعى واسعي وانزلي ودوري واسالي وهتقعي وهتقومي. نفس المكان ده اعمل منه برنامج يكسر الدنيا، يبقى ده الاستوديو بتاعي.